سوق الشورجة الشهير من بين أكبر أسواق العاصمة بغداد يحترق. فرق الدفاع المدني والشرطة وعمليات بغداد تستنفر، فما الحكاية؟ ظهر اليوم وقبيل ساعة قليلة فقط اندلع حريق ضخم في أحدى البنايات الموجودة بمنطقة الشورجة الشهيرة وسط بغداد، وقيل إن البناية مخزن للأحذية، وبمضي دقائق فقط اتسعت رقعة النيران وفقدت السيطرة عليها لأكثر من ساعتين متواصلتين. مديرية الدفاع المدني أرسلت أكثر ما يمكن من عجلات الإطفاء للسيطرة على حريق الشورجة، حاولت إخماد النيران المشتعلة، استمرت بجهودها الجبارة والاستثنائية وبمساندة من الشرطة الاتحادية وقيادة عمليات بغداد التي استنفرت هي الأخرى واستنفرت عناصرها ووجهت بالاستعانة بالعجلات الحوضية لقطاعات العمليات في وزارتي الداخلية والدفاع لإخماد هذا الحريق المرعب المخيف المفاجئ. فيديوهات كثيرة رصدها شهود عيان من موقع الحادث. حريق في منطقة الشورجة مقابل الجراج نزل جسر الشهداء. هاي مخزن احترق، باوع المخازن. الخسائر المالية كما شاهدناها كثيرة وفقا لهذا الحريق. طبعا حريق الشورجة، وبعد استمراره لساعات نجحت فرق الإطفاء بالسيطرة عليه وإخماده. شهود عيان وأصحاب المخازن والمحال التجارية ألقوا باللوم المباشر على الكهرباء الوطنية، قالوا إن سبب حريق مخازن الشورجة تماس كهربائي. على أي حال، طاقم قناة الفلوجة الفضائية توجه إلى موقع الحادث ووفانا بالتفاصيل وبهذه اللقاءات. نتواجد الآن في منطقة معروف الرصافي أو سوق الرصافي، هذا السوق الذي يعتبر من كبريات أسواق بغداد المختص بتجارة الأحذية، حيث اندلع حريق قبل ساعة من الآن. هذا الحريق اندلع في إحدى البنايات المختصة وهي المخصصة لمخازن الأحذية، استنفرت فرق الدفاع المدني تواجدها في هذا المكان، وما زالت عملية أطفاء الحريق تجري بوتيرة متسارعة، حيث أمرت قيادة عمليات بغداد بإرسال فرق إضافية من آليات الدفاع المدني للمساهمة بإخماد الحريق. لغاية هذه اللحظة الحريق متواصل في هذا المبنى، والجهود أيضا متواصلة. بشهادة المواطنين وشهود عيان لم يمتد الحريق إلى الأبنية المجاورة، هو فقط محصور في هذا المبنى، وأيضا هنالك آليات من الدفاع المدني وصلت إلى هذا المكان للمساهمة بعملية إخماد النيران. هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض بها سوق الرصافي إلى الحريق، كل سنة اعتاد هذا السوق أن يشهد حرائق مماثلة. شهود العيان يقولون بأن سبب الحريق هو تماس كهرباء اندلع في إحدى المخازن، مما أدى إلى اندلاع النيران المستمرة لغاية هذه اللحظة. لا توجد أي خسائر بشرية بالأرواح، فقط هي الخسائر المادية التي قد تتعاظم وتتفاقم نتيجة استمرار أزمة الحريق في هذا المكان. شكرا. والله الحديث يعني هسه احنا كنا بالبيوت، يعني تعرف اليوم يعني ليلة العاشر مال المحرم، سمعنا قالوا اكو حريق قريب من المخازن مالتكم، فرحنا وجينا قبل بدنا نشوف هو سببه، يعني تماس لانه يعني الابنيه الفوق كلها تقريبا جملونات تتعرض يعني لهيك شيء، وهي مو اول مره، يعني اكثر من مره يصير هيك. الحريق مسيطر عليه؟ والحريق لحد الان الحمد لله وشكر جهود الدفاع المدني مشكوره، الله يجزيهم بالخير، واكو بيهم خطيه عرضوا يعني حتى اللي حالات اغماء، والله يجزيهم بالخير ما دا يقصرون، وان شاء الله يسيطرون على الموقف وباقل الاضرار والهاي، لانه هاي كلها ممتلكات عالم
والعالم يعني حلاله عزيز، والله ان شاء الله يعوضهم. في هذا شنو الموجود بالمخزن؟ مخازن احذيه ونعالات تكرم، شحاطات. الدفاع المدني اجى خلف الله عليه همينا من يعني بسرعه راسا، يعني قدر يسيطر انه متى وصل البنايات اللخ، لان تكرم ذني احذيه وسريعه الاشتعال كلش، يعني اسرع بسرعه البنزين. يعني السوق معزل اليوم لو مفتح؟ اليوم ما مفتحين اصلا، تدري يعني احنا 10 عاشور ان شاء الله، والعالم كلها يعني تدري مصاب ابا عبد الله. فالحمد لله والشكر خلف الله على الاطفائيات، يعني جتي من وقت راسا وسيطرت ان شاء الله، ان شاء الله حسيطر مع الزايد. اريد اعرف شنو سبب الحريق اللي صار؟ سبب الحريق الكهرباء والتماس الكهرباء اللي متواجد عشوائيات ومتلابسه، وعدم ادراك الدوله العراقيه، وزاره الداخليه اللي هي مشرفه على الكهرباء، ماكو. اليوم اسال كل الاطفاء موجود هنا، اساله قال له سندويش بنل مو ممنوع، ليش تجار العراقيين هنا مسويين سندويش بنل؟ ليش ما تمنحهم يا 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 ابو الدفاع المدني؟ ليش هسه لحد الان الدفاع المدني مشكور؟ لحد النيران مشتعله؟ لحد الان النيران مشتعله، احنا كنا واقفين والخسائر يا ستار يا حافظ ماديا ماهره جدا، والحمد لله ماكو بشر، لكنه احنا تبهذلنا، هسه اليوم اصبحنا متبهذلين. ليش؟ لانه اليوم مالك وضح راح عقلك. هذا عصب العراق، هذا شوف الشوارع مالته منتهيه ومتهالكه، هذا الشارع وهذا قدامك الوايرات والاسلاك متداخله، وسندويش منظر بنص الشورجه، عدم متابعه الدفاع المدني، هاي وحده. واثنين هسه ماكو لحد الان اجتنا رافعه تطفي هذا الحوض اللي قاعد يحترق، رافعه ماكو. الخسائر الماليه لحريق الشورجه تجاوزت $1 مليون وربما اكثر، هذا ما اكده اصحاب المخازن، مؤكدين تعرضهم لأضرار مادية فقط ولا يوجد خسائر بشرية ولله الحمد. كيف تفاعل المدونون في السوشيال ميديا مع فاجعة سوق الشورج أو مع هذا الحريق الكبير الذي حدث في عصب بغداد التجاري؟